السلام عليكم يا حلوات، ايش حالكم؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن مفضلاتي من المنتجات الكورية. طبعا وايد وايد جربت منتجات كورية، في اشياء خلصتها للأسف وكانت عايبتني، وفي اشياء حاليا استخدمها. فالاشياء اللي بشارككم فيها اللي حاليا استخدمها وحابتنها. طبعا مثل كل المنتجات في اشياء بعد ما ناسبتني، فحابة اسوي هالفيديو اني اشارككم شو الاشياء اللي جربتها وحبيتها. على فكرة اغلب هاي المنتجات ولا اطلبها من تاجرات الانستغرام او مواقع على الانترنت. تعرفون ما عندنا احنا محلات تبيع منتجات كورية، وبشكل عام انا وايد افضل المنتجات الكورية از سكين كير. ميك اب ما حصلت اشياء واو عندهم، بس السكين كير، بادي كير، هير كير، هاي الاشياء عندهم وايد حلوة، وصدق يعني مع الاستخدام مستمر لاحظت ان في فرق، فحبيت ان اشارككم اياها. تعالوا وياي اراويكم هاي المنتجات. هذا المنتج كريم اليد بالخوخ من ماركة توني مولي. هذا الكريم يمكن استخدمت منه 4-5 علب. وايد هالكريم حبيته، ميزته هو طبعا حق الايد، ميزته انه يرطب الايادي. احب احطه في الليل قبل ما ارقد، يرطب الايادي عدل، ومع الاستخدام المستمر لاحظت فعلا انه يوحد لون الايد، يوحد لون الجلد، وترطيبه حلو. وها صح نسيت اقولكم، ريحته فعلا ريحه خوخ، بس ريحه خوخ لذيذه، يعني يوم تحطينه تحسين انك تبغين تاكلين خوخ صدق. يعني وايد 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 احبه هذا الكريم، وعندي اكيد من باك اب، وكل ما يخلص لازم اطلب منه كميه، عاده اطلبه من تاجرات الانستغرام. بخاخ تثبيت المكياج بعد من توني مولي. هذا البخاخ كان وصلني هديه من عند صديقتي اللي تجنن عيد المهيري. هذا البخاخ الحلو فيه انه يعطي لمعه للبشره، يعني تحطينه اخر شيء عقب ما تخلصين الميك اب ترشين فيه البشرة كلها، في لمعة حلوة، وبعد يرطب البشرة. بس لازم قبل ما تستخدمين ترجين العلبة عدل، لان فيها جزء مثل الزيت لمعة والثاني مثل الماي، ما اعرف بالضبط شو المكونات لان اغلب الكلام اللي مكتوب عليه طبعا بالكوري. بس وايد حلو هذا السبراي، خصوصا اذا كنتي وايد حاطة بودرة وتبغين تخففين من شكل البودرة او الكيكي لوك على البشرة، هذا السبراي ممتاز لهالشيء، يعطي شيء جلو حلو للوجه، وايد صراحة يعجبني. من ماركة سكين 79 الوفيرا جل، هذا الجل خيال، وايد حبيته هالجل. جد استخدمته من قبل بس حق الجلد، حق الجسم، بس هذه ثاني علبة استخدمها، قلت اجربها حق البشرة. تعرفون شو يعني يهدي البشرة؟ خصوصا اذا كنت طالعة في الشمس فترة طويلة، ويوم ارجع البيت واحطه احس البشرة وايد تهدى، هالتهيج الاحمرار يخف من هذا الجل. بعد احب مرات احطه على اطراف الشعر اذا حسيت ان اطراف الشعر جافة، هذا يرطبها. وهو مكتوب عليه انه هو تقومين تستخدمينه لكل شيء، للبشرة، للجسم، للشعر، وفعلا هالجل ممتاز، وريحته وايد خفيفة، يعني ما تروحينها عدل بالصبار. شو بعد؟ شفاف، تركيبته وايد خفيفة، بسرعة تمتص البشرة او الشعر. اذا تبون تجربون شيء من المنتجات الكورية محتارين شو تجربون، فهذا جل الصبار ممتاز كبداية، لان تقومين تستخدمينه لاشياء وايدة، يعني مو بس للشعر روحه او للوجه روحه او الجسم روحه، لا الكل شيء. وايد صراحة هذا ممتاز وانصحكم تجربونه، وبعد اطلبه من تاجرات الانستغرام. جولد راكون ماسك، هذا عبارة عن ماسك المنطقة تحت العيون، وفي من بعد قطعة صغيرة ممكن تحطينها على الانف، انا هالشيء ما استخدمته، استخدمته لتحت العيون. الماسك ذهبي، احطه تحت العين مدة ربع ساعة واشله. اول استخدامين ثلاثة ما لاحظت وايد فرق، بس يوم داومت عليه استخدمه مرة الى مرتين في الاسبوع لاحظت انه فعلا يرطب المنطقة اللي هي تحت العيون، يرطبها عدل. ما لاحظت انه هو سوى اي شيء ثاني غير الترطيب، بس ترطيب حلو، يعني لاحظت انه حتى هاي المنطقة سوت فرش اكثر، فيعني عجبني وبعدني استخدمه. ومدامنا نتكلم عن الماسكات، خل اقول لكم الماسك المفضل عندي هالشيت ماسك بالشيا باتر، هذا من توني مولي. عندي مجموعة ماسكات من ماركة توني مولي،
وايد احب الشيت ماسك مالهم ترطب. الشيء الوحيد اللي تسوي للبشره انها ترطبها. بس له بالشيا بتر لاحظت تاثيره اسرع من باقي الماسكات. يعني احطه في الليل عاده، اخليه مده ربع ساعه ثلث ساعه، ويوم اشله ما اغسل البشره، لا اخلي الباقي على البشره، اتريا الين البشره تمتص عدل، وعقب احط السيروم او المرطب اللي استخدمه في الليل. ثاني يوم الصبح لا الاحظ الفرق على بشرتي، بالذات هذا اللي هو بالشيا بتر. الماسكات الباقيه ترطيبها اقل من هذا. سي سي كريم من ماركة سكين 79. هذا شوي مختلف عن الانواع الثانية اللي جربتها از سي سي كريم، لان هذا اللون اللي فيه وايد خفيف، يعني لون بسيط على البشرة. اول ما تحطينه ابيض وعقب يرد على لون البشرة. انا استخدمه ككريم حماية سان بلوك، نسبة الحماية فيه 25. ميزة انه ما يخلي طبقة على البشرة، يعني استخدمه ككريم حماية بروحة اذا ما بحط ميك اب في النهار طبعا، او تحت الميك اب، وبعد استخدمه از برايمر قبل الميك اب، لان شوي يخلي البشره مطفيه، خصوصا الحين فتره الصيف. انا عندي التي زون، هاي المنطقه الوحيده اللي عندي الدهن، فلاحظت ان هذا يخفف افرازات الدهون، عشان شي احب استخدمه. ومثل ما قلت لكم سان بلوك. ديب كلينزينج فوم اللي هو ايج بور من توني مولي، هذا نفس فكرة، تعرفون البيضات الصغار هاي اللي انتشرت فكرتها، اظن في منها 4 أو 6 انواع، انا ما جربت هاي البيضات، كل واحدة منهم تسوي شيء، جربت الفوم، المفروض انه هو نفسهم. هذا الفوم ميس انه يشد المسام، اول ما استخدمته يعني اول فترة ما لاحظت انه وايد يشد المسام، كنت الاحظ اكثر انه يشد البشرة شوي، بس فعلا مع الاستخدام تقريبا كملت شهر استخدمه، لا لاحظت ان المسام شوي صغرت، ولاحظت ان البشرة تكون منتعشة اكثر من استخدمته. تركيبته اقرب للسكراب منها للفوم العادي، في حبيبات وايد صغيرة، فاستخدمه مرة واحدة في اليوم، ما استخدمه مرتين، يعني استخدمه بس الصبح ما ارجع استخدمه في الليل، في الليل استخدم غسول ثاني. حبيته هذا الكنزنج فوم، ولاحظت صدق ينظف البشرة عدل. واخر شيء بيبي كريمز من سكين 79، وايد حبيت هالنوعين، البنفسجي شوي فاتح علي والاحمر شوي غامج علي، فاخلطهم هم الاثنين ويطلع لوني بالضبط. هذا البيبي كريم عجيب صراحه، لانه تغطيته اعلى من البيبي كريم العادي، يعني مو بخفيفه، لا في له تغطيه مثل الفاونديشن اللايت. في نفس الوقت ما احس على بشرتي، يعني يوم احطه تعرفون ما احس انه في طبقه على بشرتي، احس به وايد خفيف، بس مع ذلك يوحد لون البشرة. انا بالنسبة لي تم ثابت، عادة اثبت بلوس باودر او كومباكت باودر حسب اذا ابا، وايد احب استخدمه في النهار اذا كنت كم من يوم حاطة ميك اب. بشكل عام انا ما حاط الميك اب يوميا، بس اذا كم من يوم حاطة الميك اب ورا بعض فاني افضل استخدم هالبيبي كريم، شوي يخفف على بشرتي. المفروض انه بعد يعالج البشرة، يخفف العلامات، هذه الاشياء انا ما شفت هالشي صراحة. كل اللي شفته انه تغطيته حلوة، ما اثر على بشرتي، ما حسست منه، وما طلع لي حبوب. وهذه كانت يا حلوات المنتجات الكورية اللي استخدمها ووايد حابتنها، فحبيت اشارككم فيها. ان شاء الله تكونون استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي تعليق، وبعد سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامه.